مرحبا بكم عدول فلاون، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل ملاح، وان شاء الله تلقاكم لا فيديو تاع اليوم كامل بخير، ويكون نهاركم مهني وطيب بذكر الله والصلاه والسلام على رسول الله. عدول فلاون مرحبا بكم على لاشيني، ومرحبا تولي دينا جديد، مرحبا تولي لا جديد جديد ولا اون دينا بك وصحه سيس وثلاث سيس وثلاث سيس ثاني ثاني استقيت هذا يولي جو كفول ولي شتو فغار زمول لا كوش دان طروح غير صافي ني راسي تقاد شطح مي انا ما تشيش ولا خا يزديه وكلي مي شغل يلا شو يعلمونو كو ياخذ اذا قاسو فاس هي فاس كان لا فاس كارابي دمو يوا كنا دجا غير نمشي خطور اتوقع ما نمشي دي خطور وديكازي صبح هيك انت تجي وكل تاع ما شو شنو من بعد الفول لان كي هذوك الجوه انت من يسلي غير فول غير في جديري ومن بعد ميكرا صافي زعما دينا شغل قاد نمشي صافي اذا قلنا نحس بالجد رابي دمو شنو وقتنا ولا دغا كي راه تدخل مادة توصل يجي ياسمين غنخدمو كل شغل ياسمين غنخدمو كل دوش لي طواليت حتى مام ياسمين حاشاكم مام ياسمين وفار حتى صعيب لي زيكزام صافي دي فوا تغا ديك وخاطي فان كي نبدا دقي وكصالو يجي مي تفاصو اثنا توالي نكتاشو ساعة كي نكصالو غا كنبقى نسامبلو كلي ساعة كي نفوت فين تجي في زهود هيكي كان ان شاء الله اسمع سعو غا اصالو يجي جديد ان شاء الله ميش ربي ادنا ويك وش غادي يشوفنا ان شاء الله فوالا تو غاتي حدايا نكون فوتيني كي توالي مدي شبحان انا كل نص شغل كريم صافي تمسن بغا نوفو نبويا زداج لاباكيني وكنا سنتعاود ايوا كنا سنتعاود سفلا وتمسن على تم كان تقي كوتي حدايا تقي وكيشرها تم كان تقي ما دوداغوس وكنا تطبق شهرها شوفو خياتي هاد البلاصة كيما تشوفو هنايا وانا نطبق في الكوفير هذاك والله العظيم نكره هاد البلاصة تلمو ما نقدرش نصدمها بيان شغل مدور شوية هاديك البلاصة صافي ما تقدرش تبقيها شغل تجي سوا سوا امبوسيبل المهم كما قلت لكم خياتي بالقبيليه اليوم صافي ما رحناش للزيتون على خاطر راهي شطا صافي قلت راح ندير شويه ميناج في الدار بيان سور هنايا في بالنسبه للصالون نضيف وكلش مي بصح لازم نحي كاش صوالح شغل كيما نقولوا حنايا بالقبيليه فراس نفرسوه شويه فهمتوا شغل ما نسيقوش ما نديرلوش والو مي بصح نسيي نحيلو الروينه فوالا هنايا كيما تشوفوا قلت لكم شغل بالنسبه للصالون تاعنا صالون بسيط بزاف بزاف عندنا لي فوتوي عندنا تلفزيون عندنا واش نو ثاني هذا مكان ان شاء الله كي يكون عندنا صالون جديد راح نجيله راح نشريلو ادوات جديده وجميله تانيك راح تعجبكم انتم تانيك وتانيك ضيوفنا الكرام راح تعجبهم وتانيك ما حنايا راح نكونوا فيه الاز اكثر واكثر ليسونسي مام هكاك الاز مام هكا رانا عايشين فيه طب دو طب شغل تشوفي الساحة واسعة ما كاش قروجن وشو كي قروجن في حدا ايش كيفك حمد الكينيا شغل ما كاش بزاف زعما لي فوتوي ما كاش بزاف هذوك الصوالح اللي يديرهم كامل في الصالون انا ما نحبهم شغل نحب الصالون يكون واسع شغل كي تمشي فيه لازم تمشي في راحتك ما تقيسيش حاجه ما تطيحيش حاجه ليسونسييل فوالا هنايا خياتي دوكا حليت البيبان حليت الطاق طاق واحد عندنا مبارك طاق واحد هنايا في الصالون على خاطر شغل كي كنا نخرجوا للزيتون وكلي ما نحلوش طواقي صافي هاد الخطره قلت راح نحلهم كامل باش يدخل شويه الاكسجين هكا شغل ديما الدار يحب الريح ولا الهواء جديد في الدار ايما لخياتي كمل الفيديو للاخير على بالي بلي راح يعجبكم بزاف بزاف وثاني راح نشارك معكم الفطور تاعنا تاع اليوم درت لكم وصفه والله العظيم زمان ما درناهاش في دارنا بصح هذه الخطره قلت راح نديرها توحشتها بزاف بزاف المهم خياتي ما تنسونيش باللايك لدعم القناه وتاني كومونتير يعطيكم صحه بزاف بزاف على لي كومونتير تاعكم على خاطر نتوما اللي تشجعوني باش نكمل فيديوهاتي باش ندير لكم تحفيزات نتوما تحفزوني بلي كومونتير انا نحفزكم بالفيديوهات بالروتينات الوعره تحفيزيه روتينات تحفيزيه كي كنت بناتي حدايا هيك كمل في الفيديو يجي ما تلقاها جمتي دير لايك كومونتير اتابوني في مازال وتابوني لا اتاكتيفي لاك باش هو كي نسيت صوبوك جديد الا انا فلاشيني ودا وانت لي كومونتير كنت دي تونكوراجين اكن كنت دي ناس عرفت لي كومونتير كنت تخدم انت دي الكوراج وكنا تكمله لي فيديو كي تخدم انا تخدم اهت
معاكم تيد الكواجي ولا وكل مثي اتسكم تخمم شغل اللي كنت تتفاصل انت حديت على جنيه قناه فور ديفارو صالون وكي ايفارا كلا ما دين شغل زيشني لا فرح بان لو نوار نسق في شي دوك لي في مازال نقرص افراح كما قلت لكم خياتي كي نخرجوا من الصالون ديريكتومون نلقاو هاد البلاصه شغل مكان واسع كما تشوفوه، حطينا فيه المدفأة وتانيك الفوتي هذا وحطينا الكنابي فيه. بيان سور بلاصة ديما نضفوها على خاطر هاد جينيرالمون نقعدو ديما هنايا سورتو كي تكون شتا وكي تكون البرودة على خاطر نحبو نقربو للمدفأة. و ايفيدامون كي كنت ناطي حدا اذا مكان كي شغل نتجمع ديس تلموه للحموه صافي مكان كي نتجمع دا غرس مليح مليح ما يجي ذا سمير نقابوك الكوزين تاعو سمو سمو يوكي كينا اون فامي تتفاصون سي واش تواد نتجمعوك وخم دايما حمزه شتوا دايول كما قلت لكم خياتي فيش تبارك نجتمعوا افراد العائله تشوفوهم نجتمعوا كامل على هاد الشيء نحب الشتا شغل تحسي بالدفء بالدفء العائلي الله الله على بها لا ماجوريتي تاع الناس يحبوا الشتا سورتو لي يحب الاجتماع العائلي على بالي بلي راح يحب الشتا. وهنا كيما تشوفوا خياتي راني جبت السله هذه تاع القش بيان سور كنا نشاناهم كامل في الصوره هذاك اللي راه يبان لكم الكحل هذاك على خاطر شغل كان الشتا في برا صافي دخلناهم كامل راح يشوفوا رابيدمون سورتو كاين السخانه صافي راح يشوفوا تمتم كي كنت ناطي حدايا ادي سمي دين دين اتقارون دين دين وتاجو داك زعما خلال الوقت ما شو تلمو حموني وكنت سكاديين صافي ادي حمو رابيدمون ومن بعد لقيت حدايا تراق جي وجي الكوزين تي هو كانت سوجدا امكيدي انا كنت تفاصو صالو كنت سلكاتي واحد ساعة انا شو سلكاتي دوك اللي حطها مهت كان رابيدمون تورو غادا دال مكيدي صافي زعما ما ديني من جوك العشرة ونص صنغا شوف ديال مكيدي هي كيدي وسلكي غا سلكي سوس واف 12 سلكي غا ناس 12 اسا قيت حنا تخمي كنت دولما دولما سلاصوص بلونش اسا تخمي سي جيج فانت تفاصون تيكل تم زوات هاد السيارة سي جيج فانت خاطر دابيتي تخدمات كان صلح مز تيكل تاكيني غا ست سيارة كيني ظن تفاصون ما كيما غوك ما تلقى غا ني غا سمت ولا غا تزن غا شو اسا تبارطاجا ما ولا غا تزن ديالي غا تجا كان وخا منا كان خا اسنا عاد كي هي تيجي تجا كان يمان لي هو كيش نايمه مي الحصون تزيد مليح 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 ان شاء الله هربت يم في تسجيل فانت ثيك ديون الكو الله الله الحاجه اكثر من ثلاثه حدايا قدي بواد الكورجيت بواد البطاطا دانت تفصل بواد ثلاث دقائق تي لمسين الفصل بواد الكاسون كي قدي كزما وكل فصل نيا داخل اسخن مع شي طوحي في شفتي بالكين كش طوحي الملح شي طوحي كان الملح بالكم في الملح اكن تحمل مسكينه خاطر مازال سنا لا فيون داشي مازال سنا دانت البطاطا ني كوش كورجيت ني صافي خمم كان شي طوح شي طوح هنا يا خياتي كيما قلت لكم اليوم راح نشارك معكم وصفة تاع دولما دولما بلاصوص بلونش مع الجلبانة تفاصو أول مرة نجربها بالجلبانة على خطر ديما نديرها بالحمص مي هاد الخطرة قلت راح بيان سور أول مرة نديرها بالجلبانة قلت راح نشارك معكم هاد الوصفة وبيان سور قبل ما نديرها قلت إلى خرجت لي راح نشاركها معكم إلى ما خرجت ليش راح نخلي الكارثة تاعي لروحي برك المهم كما شفتوا راني وجدت في الكروزيات او تانيك البطاطا او تانيك البصل قطعت كامل البصل هذاك داخل الكاسول كما تشوفوا قطعته قطع صغيره ودرت له شويه من الملح مع شويه من الفلفل الكحل راح نخليه فوق الفرن بيان سور النار تاعو تكون خفيفه هكا باش يتقلى برك هذاك هذاك البصل مع الملح مع الفلفل الكحل ومن بعد راح نولي ليه باش نمرقو بما سخون ومن بعد كيما تشوفوا هنايا عندنا البول هذاك تاع الجلبانه بالنسبه للجلبانه خياتي هذيك تاع البحيره نحيناها العام اللي فات ومن بعد درناها في خبيناها في الكونجيلاتور دوكا انا سحقناها ونحيناها وشللتها بيان نحيت لها لاكلاص ومن بعد هنايا بالنسبه للتوابل خياتي عندنا راس الحانوت الكسبر الملحي وعندنا تانيك شويه من الزنجبيل مع شويه من الفلفل الكحل مع الكسبر مع المعدنوس حبيت نقول ماشي الكسبه مع المعدنوس الحشيش تاع المعدنوس ومن بعد هنايا بعد ما تقلب بيان البصل راني فرغت الجلبانه للداخل وثاني راني زدت التوابل هنايا راني زدت شويه من المعدنوس على خطر في الاول ما كانتش كميه كبيره ومن بعد هنايا راني جبت هذيك الكاسوله فيها ماء سخون وراني مرقت الجلبانه تاعنا دركا راح نخليهم هكا يطيبوا شويه وناطوندو انايا نحضر
نحضر في لاكورجيت. بالنسبه لاكورجيت خيتي راح نقسمها على زوج، ومن بعد راح نفرغها من الداخل. وتاني كيف كيف ما بالنسبه للبطاطا راح نفرغها من الداخل. شوفوا خيتي نتوما الا حبيتوا تكثروا من البطاطا كثروا، الا حبيتوا تكثروا من لاكورجيت كيف كيف كثروا كيما حبيتوا، هذا يبقى في اختياركم. مي انايا هنايا كيما تشوفوا زعما حتى 3 حبات تاع البطاطا، مي زدت 2 حبات لخاطر ديجا انا شخصيا ما نحبش لاكورجيت حشرتها. حمد غاية تحلي الكورجيت، حمد تسالي من اما وكلي تحمد من يمكن تحمل غاله، بغا غنغت شويه البطاطا ثورا اتيت فيديو كي تحلي كي هين ستونجيت سجنوتني كان البطاطا كي كي سيرت فانيل سينا كي ناس تخممت انا ما ساعه في لاباري سبيسيال خممت. كما قلت لكم خياتي هنايا راني درتها بالموس تاع البطاطا كما تشوفوا، والى عندكم لاباري زعما سبيسيال تاع الدولما تاع هادو الصوالح ديروا بها. فوالا Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. I don't wanna care, just be here and I'm good alone. I'll be okay, miss you like an old friend. Too scared now, thinking I should call up. Think it's hard how we always wait another day, how we watch things that kiss walk away. Let's live down by the water, watch it come and go home. I wish we were bold to like sail away. اهلا يا خياتي كيما تشوفوا راني فرغت كامل البطاطا مع الكورجيت هذيك. بالنسبه لي تبقات من البطاطا راح نخبيوها على خطر راح نسحقوها لاصوص باش تكون ثقيله. ومن بعد هنايا راني جبت لافيون داشي كميه اللي حبيتوها، انا درت هاد الكميه. ومن بعد راح ندير لها شويه من المعدنوس. هنايا يما كانت تعيط عليا تقول لي علاش راكي توري في البواطه تاع القهوه وين خبينا المعدنوس. قلت لها نورمال كامل الجزائريين يديروا هذا الصوالح، شغل عادي ما كاش عيب ولا لا شغل تخبي وحاجه في الباسينه باركزوم تاع القهوه تاع سا ديبو ليسونسييل. هنايا كيما تشوفوا راني درت لافيون طاشي ودرت المعدنوس ودرت البصل المقطع ودرت ثاني شويه من الفلفل الكحل الكحل مع شويه من راس الحانوت والملح. شوفوا خياتي قلت لكم بالنسبه للملح لازم تردوا بالكم على خاطر رانا درنا البصل ورانا درنا تانيك هاد لافيون داشي وتانيك راح مام البطاطا راح نديروا لها شويه صافي لازم تردوا بالكم. ومن بعد هنايا رانا زدنا بيضه هكا باش لافيون داشي تولي طريه. ومن بعد هنايا راح نجيبوا البطاطا تاعنا مع الكورجيت ومن بعد نشدوا هكا شويه من الملح شويه بركه. شوف خيتي هنايا بالنسبه لهذه المرحله الى تخافوا الماكله تاعكم تخرج ملحه ما تديروش هذه المرحله. ما تفهمش تحلى لي طاباجينيك سمثتا لي طاباجي الملح حكي سلام شوثي زياده كان ما تفهمش سلام ثاله خطو شنو هذه ملح الماكله يجي نكون الماكله انا تخدم صافي خدم مسكين انا في الدهن كنت شحال ثلاثه في الملح. كما قلت لكم خياتي بالنسبه لي طاب هذه تقدروا تزابيوها تقدروا ما تديروش الملح داخل البطاطا الا تخافوا تخرج لكم ملحه. هو بيان سور لي كيل بعينه يقدر يدير كل شيء. ومن بعد دوك هنا يا خياتي راح نبداو نعمرو في البطاطا مع الكورجيت هكا كما تشوفوا. كيف تنعطي حديثانكم الصين تامي لافيون داشيني انت لافيون داشيني دخل الكورجيت ني دخل كل البطاطا ني اذا انت ما تفهم تخمم زودية ميم زودية تزيدها تيني حمل زودية اللي تحب زودية تقدر تزيد لها زودية على خاطر يخرج تاني بنينة بزاف بزاف. فوالا دوكا راح نكمل هكا نعمر كامل لافيون داشي لداخل البطاطا
ومن بعد راح نكملوا لا سويت تاع الوصفه. وبالنسبه لا فيوندا اللي تبقات راح نديرها هكا ديبول كما شفتوا. تالي قلت حذيري ثان لاصوص ني تهم سيوغات ثولا غذا راغ غذا راغ جكورجة ني قوز البطاطا ني ما غلي بولي الفيون داشي اثنت جا اما وادنتك واحدة عشر دقيقة وكنا انت غير دخج سينو اذبونت قفزة ول كما قلت لكم خيتي هنا يا دوكا راني درنا الكورجة درنا البطاطا بالنسبة لي بول تاع الفيون داشي مازال ما راحش نديروها دوكا راح راح نستنى وبري 10 دقائق الى 15 دقيقه باش ندير لي بول هذوك. وبالنسبه للبطاطا المتبقيه كما قلت لكم كيف درتها للداخل باش لاصوص تاعنا تكون ثقيله. هنايا بعد ما جازت 15 دقيقه على الجواز هذا فوق الفرن راني درت لي بول هذوك درتهم للداخل وشوفوا كيفاش خرج الطبق تاعنا خرج بنين بزاف بزاف. راني سقمت نحيت كامل البطاطا الكوجات سقمتهم فوق الطبسي هذاك. دركا راح نبدا ندير الجلبانه كامل فوق. كنت ناتي حدايا تنتو هذاك بريزونتا دوك لي البطاطا ني الكوجتني على خصك تشوف لا غوز في سيني ثولا غاز دا وقت جيت فانت نيه تاع غوك تشوف لا داونت انت توريمت تفاصون يتزيد مليح مليح وشد يا نار بيدي سي الحصن في الماكله غير زاد مليح مليح سيتو لي حمجان دو الماء خاطر لا ودي سينا دو الماء غادي تخدم من زعما حاسين و زيد انا غير شو سنت جاف على كي نكي كان شو جا تلمو دو الماء سين الماكله يجيني صافي سيمت ابار ميت الخضايا لي كومونتير دي كيما قلت لكم خياتي جربوا هاد الوصفه وردوا لي في لي كومونتير في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. يلا لا خياتي الى هنا لحقنا لافي تاع لا فيديو الى فيديو اخر ان شاء الله. ما تنساونيش باللايك لدعم القناه وتاني كومونتير ويتابونا اللي مازال ما اشتركش ويضغط على زر الجرس ليصله كل جديد حدا يجيكم الى هنا الى ما ندي تلويث على فيديو نوم ان شاء الله يستيم تاج مزيد لايك كومونتير تابوني مازال تابوني لا تكتيفي لا كلوش يوكل تصاوبك وجديد لنا فلاش نيو باي باي مع السلامه. Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. I don't wanna care, just be here and I'm good alone. I'll be okay, miss you like an old friend. Too scared now, thinking I should call up. I'm not.